اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، إلهنا يا ملجأ القاصدين، ويا غياث المستغيثين، ويا جابر كسر المنكسرين، ويا مجيب دعوة المضطرين. نسألك يا ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ومليكنا أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.